مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تراجع الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي انحصار الموجة الحارة، وبناء عليه هناك انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية، تعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها، أجواء صيفية عادية نهارا والطقس لطيف ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ تراجع الكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء تقريبا معتدلة، درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها تبقى، وبالتالي الصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية، في حين أن معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 17-18 درجة مئوية. إذن تبقى هذه الليلة أعلى من المعدل بحوالي 4-5 درجة مئوية. والأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تراجع الكتلة الهوائية الحارة، انحصار الموج الحارة، وبالتالي انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة لتعود إلى حول معدلاتها يوم الأحد. يوم الأحد بتكون العظمى بحدود 30 درجة والصغرى 19، أجواء صيفية عادية في النهار لطيفة في الليل. الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة أقل من المعدل بقليل، أجواء لطيفة إلى معتدلة في النهار ولطيفة في الليل، 27 العظمى والصغرى 21. أيضا الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى حول معدلها، أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة في الليل، 29 العظمى المتوقعة والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة. نبدأ في المناطق الشمالية، انخفاض واضح على درجات الحرارة، طقس معتدل نهارا لطيفا ليلا، إربد 31-19، عجلون 29-17، جرش 32-19، المفرق 33-19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، البلقاء 30-19، مأدبة 30-20، وعمان 30-19، البحر الميت والأغوار أجواء حارة 39-28، رغم أنه سيحدث انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء كالعادة هناك حارة. الزرقاء 34-21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 30-19، الطفيلة 30-18، الشراه 28-17، ومعان أجواء مغبرة 33-20 درجة مئوية، والعقبة كالعادة أجواء حارة رغم أنه سيحدث انخفاض واضح على درجات الحرارة، العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء حارة، الأزرق 38-22، الصفاوي 37-21، الرويشد 39-22 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع